أستاذ مصطفى شغال في معرض رمضان. بالنسبة للمعرض هي فكرة المعرض كويسة، بتحارب الغلاء، بتحارب، لكن المكان غير مناسب طبعا، لأن ده كان معرض سيرم مشهور بالملابس، فطبعا كل اللي بيجي يفتكر إن ده ملابس مش حاجات خاصة برمضان. فلو كان اتحط في مكان في ناس، في يعني مكان عامر بالناس، يبقى في تجارة فيه، لكن طبعا زي ما انت حضرتكم شايفين هو مفيش أي حاجة خالص، والناس بدأت تمشي، الناس بدأت تلم حاجات خالص بتيجي على بخسارة. هنعمل ايه دلوقتي؟ بل لما بيزيد هنا بيكون في حدود من كام لكام تقريبا؟ مفيش اقبال، مفيش، يعني لو جالك 5 زباين 6 زباين ما شاء الله، يبقى انت كده عملت كده، هتمشي كده تروح وتجيب يوميتك وخلاص. هنعمل ايه؟ مش بايدين احنا، يعني اهو بنفضل قاعدين، يا عسى ان يكون في اي زبون اي حاجه، مفيش. والله بالرغم ان الاسعار فعلا مخفضه، الناس ملتزمه بالاسعار، بتخفض الاسعار، بس زي ما انتم شايفين مفيش ايه. هل هو مكانه غلط؟ هل الناس مفيش، يعني مفيش تنويع عنه اكتر، يعني مفيش، الناس مش عارفه موسم، يعني الناس تيجي تخيل وبعدين حتى لو يعني مثلا مفيش ايه حركه، مفيش اي حاجه، كل اللي يجي هنا مثلا طبعا مش اعلان، مش عارف، لكن دي مواصلات مقطع الطريق من هنا، المفروض مش حد ماشي عليه اكتر. وبعدين كنت برضك المحلات هنا، يعني خلاص انت عارفه احسن ولا ما عارفه؟ ده يعتبر المشكلة العامة، عدم الإقبال على المعرض ده بالرغم من أي حاجة، قلة الأسعار، والأسعار رخيصة فعلا عن بره، وأي حد يجي يعني يشوف يقارن بين الأسعار هنا والأسعار، هيلاقي فعلا أسعار هنا رخيصة، حتى لو في عاوز ينزل كمان بنتساهل معاه. المحررة الغالية، بس المشكلة الحقيقية إن لازم نشوف لها حل، مشكلة عدم إقبال الناس. شكرا.